مساء الخير من مدينة بافلو. طبعا الجو الآن زي ما انتم شايفين هادئ، جو جميل جدا شاعري، مفيش يعني مفيش ثلج جدا، لأن مدينة بافلو من أشهر المدن في شمال أمريكا اللي بيكون فيها ثلج أو اللي بينزل فيها الثلج بكمية. على فكرة مدينة بافلو مشهورة جدا بالمساعدات، لذلك أكثر الناس بتجي خاصة في فترات الصيف. طبعا هاي الجرافة بدأوا يطلعوا جرافات قبل نزول الثلج عشان بما أن كندا قريبة علينا وبحد كندا مع أمريكا شلالات نياجرا. تعالوا معايا نزور شلالات نياجرا، المكان هناك جميل جدا. شلالات نياجرا طبعا جميلة جدا المنظر هنا، وخاصة في الصيف، حتى في الشتاء. في الصيف بيجي ناس كتير سياحة، شوف المنظر من هنا. طبعا اللي انتم شايفين العمارات اللي هناك موجودة هاي كندا. المكان جميل جدا جدا، منطقة سياحية مشهورة وفيها غزلان، فيها وز، بتشوفوا امامكم منظر كتير حلو. خلينا نروح على، طبعا هنا احنا الان في امريكا، والان العمارات المقابلنا في كندا وشلالات نياجرا. هنا من البداية هنروح عند الجسر، الان هنعبر الان من هنا هندخل الى كندا. الان عبرنا، احنا دخلنا، عبرنا الحدود الامريكية، دخلنا لكندا. الان شوفوا الشلالات هتكون على الجهة اليسار، شوف المنظر الشلالات من بعيد. خلينا نتقدم شوي لقدام، المنظر من هنا من الجهة اليسرى هتشوف منظر الشلالات اللي هو أكبر، اللي هو بيسموه الحدوة، حدوة الحصان، اللي هو في الواجهة اللي هناك. احنا على الجسر طبعا الحدود، الناس بتدخل بتروح أمريكا مشي، يعني بيدخلوا مشي. عبرنا احنا الحدود، دخلنا الحدود الكندية. طبعا هنا مدينة ألعاب بيسموها مدينة ألعاب مائية، ممكن تجيب الأطفال ويلعبوا في هذا المكان. لو معك أطفال ممكن تدخل. الآن احنا حندخل تحت الجسر، الجسر نفسه اللي احنا عبرنا منه حندخل. الآن الشيراتون حيكون على الجهة اليمنى، البرج مقابلنا، هنا الأبراج، كل الأبراج هاي بتطل على الشلالة. حنمشي شوي لقدام. طبعا احنا في أعياد الكريسماس أو في رأس السنة. صراحة المكان جميل جدا زي ما انتم شايفين. هم بيزينوا الشوارع، الشلالات الآن صارت على الجهة اليسرى. لاحظ الآن تحت شوي هتشوف الشلالات. طبعا الجو بارد، لاحظ هاي الشلالات، الشلال الثالث اللي انتم شايفينه، مش حلوة الحصان اللي احنا لما كنا على الجسر شفنا، لأن هم الثلاث شلالات. طبعا تشوف الناس الجو بارد، توصل درجة البرودة يعني 5 ولا 10، وتيجي بعض الأحيان ل 22 مرة، بتذكر 22 درجة تحت الصفر، والشلالات بتتجمد فعلا، يعني توصل إلى التجمد. هنبدأ ندخل. طبعا الآن الشارع اللي أنتم شايفينه هذا بيكون الفنادق، المطاعم. طبعا هنا الشلالات بتكون على الجهة اليسرى، المطاعم، الفنادق، لأن هذا الشارع ممكن في الناس بتتمشى فيه، وخاصة على الجهة اليسرى عشان يتفرجوا على الشلال. ومثل ما حكيت إنه الجو بيكون زي ما أنتم شايفين، الناس كلها لابسين لبس بارد. أنا طبعا مشغل الدفاية من البرد. في مكان هنا لقدام بتنزل الناس منه، يعني كابينة بتكون مربوطة بالحبال وبتنزل تحت. احنا حنطلع دغري، حنطلع على طول. المسافة هاي كلها بتطل على الشلالات، يعني أنا طبعا عشان بسوق فمش قادر أوجه الكاميرا على الجهة اليسرى،
الأسرة، لكن هو الشلالات. وهنا هذا المكان اللي أنا حكيت عنه فيه، ممكن تنزل بمصعد على شكل كابينة، تصعد وتنزل. طبعا هاي الفنادق موجودة هنا. رغم البرد صراحة، رغم البرد بس المكان جميل جدا، روعة، شعور جميل جدا، خاصة لما تحس انك داخل السنة الجديدة. تحت الجسر، هذا الجسر طبعا بيعبر على الشلالات اللي هو حلوة الحصان. احنا دخلنا طبعا بدينا ندخل لجوة، اصبحت الان الشلالات على الجهة اليسرى ورانا. هنرجع مرة ثانية، هنحاول طبعا. هذا المناطق جميلة جدا، كتير روعة مثل ما انتم شايفين. هنحاول نبحث عن مطعم، في مطاعم عربية مثل ما حكيت، مطاعم صينية، مطاعم على حسب المطاعم اللي انت ترغبها. لما توصل هنا حيكون هاي البناية بتكون خلاص، يعني الشلالات اصبحت ورانا. احنا الان هنلف ونرجع مرة تانية على الفنادق. شوف مناظر كتير حلوة، يعني حتى بتصير بتحس بالبهجة بالفرح انك داخل سنة جديدة، داخل على يعني عام جديد. فكندا كتير بتهتم بالكلوبات، باللايتات، يعني بالاحتفال، كتير بتهتم بهالأمور. طبعا انا لارا وراي، السيارة اللي انت شايفينها اللي هي اللايت اللي في المراية، وبنتي وراي بالسيارة. وانا مثل ما حكيت الناس بتعبر مشي، يعني نعبر ما بين كندا وما بين امريكا مشي بعض الاحيان، او بالبايسكل مثلا، بالبايك او بالبايسكل، او بعض الاحيان مثل ما انتم شايفين الباص اللي على الجهه اليسرى، اللي هم السياح اللي بيجوا من دول من الخليج، من الامارات. الفندق الان كازينو، اعتقد هاي الكازينوهات للهنود الحمر، هاي الكازينوهات موجوده في امريكا وفي كندا. طيب الان حنبحث عن مطعم. طبعا انا دخلت مطعم لبناني هنا في الشارع، اتذكر هو لقدام شوي. صراحه المكان روعه، روعه جدا. وبنفس الوقت في مكاتب صيرفه ممكن تصرف لو معاك فلوس مثلا بدك، لانه الكندي طبعا هذا الكازينو اللي هو على الجهه اليمنى هنا. طيب ممكن لما تدخل صرف كندي، يعني حاول لو معاك مثلا جاي تتم حركة صرف كندي أفضل. ليش؟ عشان خاطر لما تشتري أي شيء اشتريه بالكندي، لأنه هو لما هياخد منك فلوس طبعا المطعم على الجهة اليمنى، هذا المطعم حلو ندخل، مطعم عربي هو اللي أعتقد على ما أتذكر أنا يمكن لبناني، يعني بيقدم اكلات لبنانيه. على الجهه اليسرى اللي موجوده هنا اللي هم بيلعبوا بالماطورات او بالسيارات الصغيره، دولاب الهواء اللي هو موجود فوق، وطبعا البرج تقدر تطلع للبرج، جميل جدا. وممكن تأجر في الفنادق، وعلى ما اتذكر انه الفنادق في كندا او في امريكا بيوصل تقريبا ل $500 الليله الواحده في الفندق. طبعا هذا دخلنا المطعم، مطعم بطعم العربي، يعني مطعم عربي لبناني على ما اتذكر، لانه انا الاكلات اللي بيقدمها اكلات لبنانيه وفلسطينيه. هنا طبعا زي ما انتم شايفين هم مزينينه، لانه احنا داخلين في اعياد او راس السنه، اعياد الميلاد. البنت طبعا اللي شايفينها هي اللي بتقدمت لنا الاكل. هنا طبعا هو بيقدموا يعني اكل جميل جدا بصراحه، يعني انا كثير عجبني الاكل عندهم. بيقدموا حتى الحلويات، ارجيله لو انت حابب تشرب ارجيله. وطبعا هم عندهم قاعده برا لو حابب تقعد برا، بس ما اعتقد بالصيف، العفو بالشتاء يعني بيكون الامر صعب. هنا هندخل عند دولاب الهواء، هنا الدولاب الهواء اللي بيكون على اليمين من هاي الجهه. هنتمشى شويه لقدام، طبعا هنا كله اكلات، يعني مطاعم اكثر الموجود، مطاعم هانتد هاوس اللي هو للرعب، بيت الرعب، ديناصورات على شكل تماثيل شكلها كتير حلو. في هنا دولاب الهواء، انا بتذكر حوالي يمكن على ما اتذكر، انا مش اكيد، بس هو لما انا طلعت فيه
لأنه هي بنتي اللي دفعت بتتراوح حوالي من 60 إلى 30 دولار تقريبا للشخص أو الاثنين. طبعا ديناصورات ما انتم شايفينها عاملينها على شكل جميل جدا تماثيل، والناس زي ما انتم شايفين الجو بارد فعلا، يعني كندا مشهورة بالبرد يعني خاصة في رأس السنة، وبينزل ثلج بطريقة كتير صعبة، يعني لازم تكون لابس ملابس تدفيك فعلا. يعني هنا الناس بتدخل جوا بتلعب، طبعا هذا هينتد هاوس اللي هي البيوت الرعب، ممكن تدخل تاخذ معاها صور تماثيل لممثلين او لاشخاص كرتونيه او يعني هنا طبعا احنا في هذا المكان هو يعتبر مركز لمقابيل الشلالات، لو حابب تاخذ معاك اطفال او كل شيء متوفر، مطاعم العاب كل شيء متوفر فيه. حتى هنا لما هنمشي شوية لقدام هتشوف عاملين تماثيل الفراعنة، هنشوفها الآن. هنا الدولاب الهواء مثل ما حكيت، المنظر فعلا. ولما تروح في بارك، يعني ممكن تحط سيارتك، موجود مكان للبارك توقف سيارتك فيه. طبعا احنا خلف الشيراتون، هذا المكان كله خلف الشيراتون، الشيراتون اللي هو في الوجه. هينتد هاوس اللي هو طبعا على اليسار ده، مطاعم هنا، الفراعنة، تماثيل جوا، ممكن تدخل تتفرج على التماثيل تاخد صور لو معاك أطفال أو معاك عائلة. طبعا احنا الآن هنروح على الشلالات. الشارع اللي في المقابل هو نفس الشارع اللي احنا جينا منه، من اليسار لليمين. هندخل اللي في الوجه، اللي في الجهة المقابل هي أمريكا، الجهة اللي في المقابل أمريكا. ممكن تتمشى هنا بين الباركات. طبعا هنا هندخل جوا بين الفنادق، لان احنا لهذا الطريق هندخل بين الفنادق زي ما انتم شايفين الكازينو. في طبعا مطاعم، في كافيهات مثل مثلا تيم هارتن، مثل يعني اللي هو هوليداي انا اللي هو الفندق اللي على اليمين اللي انتم شفتوه بالقطع، او لو انت حابب مثلا تحجز في فندق من الفنادق او في كازينوهات. كتير حلو، يعني كتير رحلة رأس السنة بتكون جميلة جدا، ولكن زي ما حكيت الجو بارد حتى لا تتورط يعني. طيب الباصات، طبعا هذا باص ممكن تسافر، يعني طبعا هذا بيت مقلوب، منظر كتير حلو. الآن احنا دخلنا في هندخل طبعا هو ممكن تدخل لو تورنتو الطريق. طبعا هاي المدينة اللي بعد الشلالات هنبدأ نمشي فيها، شايف مثل ما انتم شايفين مزينين الشوارع، وطبعا مثل ما حكيت محلات. طبعا التوقيت الآن تقريبا الساعة 11 بالليل أو 12 تقريبا على ما أتذكر. طيب لانه طبعا زي ما انتم شايفين اكثر المحلات يعني مسدوده او العفو مسكره. هندخل على اليمين، مناظر حلوه فعلا، يعني تشعر انه انت داخل بالفرح، خاصه لو معاك العائله او معاك يعني. طيب هنيجي دخلنا طبعا هنا في تيم بورتل، انا هقف هنا هاخد كوفي. رجعنا طبعا هذا برج كمان، ممكن تطلع تتغدى او تتعشى او يعني موجود فيه. طبعا هو بس اللايتات اللي انت شايفها هي مش فقط موجوده في هاي المكان، في كل مكان في كل المدينه. الان احنا هنرجع لامريكا، هنرجع من كندا لامريكا من شلالات النياجرا. طبعا انا لما جيت من امريكا لكندا جيت عن طريق الشلالات، الان لما هرجع من كندا لامريكا هرجع عن طريق الجسر لقلب الداون تاون في بافلو. فحتى تعرف الطريق لو انت حابب تروح لكندا، طبعا احنا طلعنا على الجسر زي ما انتم شايفين. هندخل الداون تاون بافلو، مدينه بافلو هتكون على الجهه اليمين، هتشوفها من فوق الجسر او الطريق على الجهه اليمين. طبعا رحله جميله جدا صراحه. احنا الان خرجنا من كندا، احنا الان بنعبر الجسر بين البلدين، هندخل
كل عام وانتم بخير، واتمنى تكون الرحلة عجبتكم، واتمنى السنة الجديدة تكون خير وبركة عليكم جميعا. تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم كل الخير.